عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. في مجموعة الفيديوهات هذه باش نكتشفوا مع بعضنا كيفية استعمال وبرمجة الكارت ميكروبيت. الكبسولة هذه باش نشوفوا مع بعضنا بلاكس، باش نحكيوا على البلاكس وسبيشالي باش نحكيوا على الايفنتس. اول ايفنتس نلقاوهم باي ديفولت في الميكروبيت ميك كود microbit.org، هما الان ستارت فور ايفر. يعني اون ستارت لهنا شنو نقصدوا به؟ يعني في بداية البرنامج باش نتحصلوا مثلا على شو ايكون هارت، بريس بلاي نلقاو هارت. فور ايفر نجمو نحطو لهنا مثلا شو سترينج هالو ولا لاف يو. اوكي، يعني في البداية هارت والى ما لا نهاية هي لاف يو. نزيدو نشوفو بلوكس اخرين. عنا لهنا انبوت اون باتن اي بريست، هذا الباتن اي on button A pressed مثلا مش يكون عندي number one. نعمل duplicate يولي عندي on button B pressed، نكتب number two. duplicate نجم زادا نستعمل A plus B pressed number three. شوفوا في السيميوليتر automatically عندك A B وعندك ال A plus B button ولات أفيشي في السيميوليتر. تست A 1 B 2 A plus B 3 right. okay next we can use on shake. نجمو نستعملو on shake. شنو يعني on shake؟ on shake يعني عند تحريك ال مايكروبيت كارت، يعني كي نحركها الميكروبيت كما هكايا ورا ننزل على البوطون اون شيك تعطيني نفس الافي في السيميوليتر. اون شيك عند التحريك، يعني عند التحريك مثلا مش تكتب لي اكس. اوكي، طبعا كي نضغط على الاي اور بي ما يصير حتى شيء. كي نضغط على الشيك تطلع لي اكس. نثبتو مليح في الشيك. عندنا لهنا امكانات اخرى، عندنا لوجو اب لوجو داون سكرين اب سكرين داون تيلت ليفت رايت فري فول اكسترا. نجم نستعمل مثلا تيلت ليفت، يعني عند التحريك الى اليسار مش تعطيني الاكس، ونحطو لها تيلت رايت مثلا يو الحرف ايجريك. بلاي الى اليمين الى اليسار، يمين نعم. نزيدو نشوفو البلوكس ايفنتس او ايفنتس بلوك. عندنا الاون بين بريست بين، عندنا بين 0 1 اند 2. ماش عندنا شيك الكارت ما عادش تتحرك. بين 0 بين 1 بين 2. هذه مش نستعملوها لتشغيل الموسيقى كمثال. مثلا مش نمشيو للبلوكس ميوزيك، مش نختاروا بلاي تون ميدل سي. شنو يعني الميدل سي؟ هم نشوفوها يعني الصوت هذا. اوكي، نمشي مره اخرى، اما المره هذه في البين 1 مش نعطيها ميدل دي. اوكي، بين 2 مش نعطيها ميدل اي. تست شوفوا لهنا عندنا البانشمون تاع الاوبارلور موجود، يعني اذا كان يكون عندنا كارت ميكروبيت حقانيه نجمو نعمل برانشمون ريالمون. 0 1 2 جود. نمشيو البلوكس اخرين. K
كيما الاون لاود ساوند، يعني كي يبدا الصوت قوي. شوفوا لهنا في السيموليتر يعطيني ان غراديواسيون للصوت، يعني ليفل الميديوم ليفل هو 128 القيمه الوسطى. نجم القيمه هذه ترتفع او تنخفض. نجم نقولوا اون لاود ساوند مثلا هوت هابي ايكون، ونزيدها اون كوايت ساوند، نحطها ساد ايكون تست، لاود ساوند كوايت ساوند، and that's it. نزيدو نشوفو بلوكس اخر، مثلا on logo pressed. شنو هو logo pressed؟ هو الايكون اللي تراو فيها لهنا في الكاح ميكروبيت، ايكون logo pressed. تشوفوا لهنا طلعت لي microbit v2 needed، يعني هنا نوعية معينة من الكارت ميكروبيت، يعني فما نوعية ما فيهاش ال v2 وفما نوعية فيها ال v2. ال on logo pressed وال loud sound، هنا on loud sound هما نستعملوهم على الميكروبيت v2، نوع معين من الميكروبيت. اوكي on logo pressed مثلا مش نحط 2023. Yes, that's it. بالطبيعة فما برشا دي بلوك أخرين في راديو، on radio receive number، عندي on radio receive name and value. عندنا برشا حاجات نكتشفوهم بشوية بشوية. في الفيديو هذايا اكتفيت بال استعمالات الأولية للبلوكس في الميكروبيت. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بسلامة.